جميع المباريات اللي كتلعب بالملعب الكبير لمدينة مراكش. ما يمكنش تكون غادي في طريقك للملعب وما يثيرش انتباهك العدد الكبير ديال أفراد الجمهور اللي كيمشيو على رجليهم للملعب، ما يطرح أكثر من سؤال. دراري السلام عليكم، قلتوا لي جايين على رجليكم، علاش علاش يعني غادي تخرجوا في كوكا باين خاصنا الفلوس باش نركبوا من تما طلعنا. دابا انتم من حوما جيتوا؟ دابا محامي كلكم ولاد المحامي. وكي درتوا توصلتوا يعني من المحامي حتى منين؟ 11 من المحامي حتى المحامي حتى يعني من دراسة يعني من تما تتكملوا على رجليكم وما كاينش ما كاينش ترونسبور بالبكاله ولا شي حاجه؟ لا لا ما كاينش ترونسبور لا والو. والرجوع ثاني تترجعوا على رجلي تلفت قالوا لا 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 يعني القضيه صعيبه. ولا دار لكم الطوبيس راه غتكون مزيان، ولكن الدراري الطوبيس ثاني ما يكونش تهراس حيت حنتهما الا كان الطوبيس راه خصو يكون بنادم يحافظ عليه باش يلقى لهم. دونك انتما راه حاجه ضروريه لانه من هنا حتى للتيران تيبان ليا بعيده بزاف. شحال تيقدكم دابا من ساعه في الطريق باش تمشيو للتيران؟ دابا حنا خرجنا من دارنا مع الجوج، شحال غادي نصافي؟ تخرجوا مع الجوج تفرجوا في ماتش مع الخمسه، كمل الماتش تقريبا 7 الا ربع، انت غترجعوا للدار 10 11 وما مغطي ما صح. صعيبه القضيه، فين تاكلوا دابا؟ شنو تاخذوا شي حاجه تما ولا؟ لا هذا توضر هذا ترجعوا هذا الشيء كله علاش؟ على خاطر الكوكب، على خاطر الكويكب. يلاه نتمناو ان شاء الله نتمناو انه يتحل هذا المشكل تاع الترونسبور، لانه صراحه ما خص بنادم يتعذب الا بغيت يتفرج، خصو يتفرج مرتاح ويرجع مرتاح. يلاه تبارك الله عليكم الدراري، بونشوز. عدد كبير من المتفرجين، كل واحد منين حي جاي، كل واحد واشنا هي الوسيله اللي استعمل باش يوصل للملعب. طريق طويله، كاين اللي مشيان على الاقدام، كاين اللي واخد الموتور، كاين اللي واخد دراجه عاديه. المهم كل واحد غادي باش يشوف الفريق ديالو المفضل، ولكن الكل هنا مغامر لانه غادي على رجليك فهي مغامره كبيره وتعب كبير. غادي بدراجة نارية فكاين مغامرة أكثر، هناك حوادث سير، هناك العديد من الأمور اللي يمكن توقع في طريق التيران. أيضا هناك أصحاب الدراجات العادية، هناك أيضا نقل بوسائل اللي يمكن فيها خطورة على صحة المتفرجين. المهم كل شيء في حب الكوكب، في حق يعني الحب ديالو الفريق ديالو، كل شيء كيدير جميع الوسائل باش يوصل الملعب اللي المسافة بينه وبين المدينة كبيرة بزاف. حتى مني كتوصل الملعب كتلقى المتفرجين يعني عندهم مشاكل في الدخول للملعب، كاين هناك العديد من الأمور اللي يمكن ما تعرفهاش إلا مشيتي في هذه الرحلة. دراري ثم جيتوا تفرجوا في كوكب وسلاياك، بغيت نعرف منين جيتوا؟ لا كل واحد من واحد من انا من المحامي، محامي انا من المدينه، من المحامي. فاش جيتو الدراري كاين اللي تيجي في ترونسبور في تريبورتاج يخلط، جيت انا اوتو ستوب من المحامي على رجليه فهاد الشمس هادي. فين تيوقفكم ترونسبور دابا؟ خدام رجال انت تجي من تما. انا جيت من بوكاس من المحامي، انا جيت انا من ساعه خمسه وانا اللي تيجي على رجليه. دابا الماتش مع الخمسة، ماتش مع الخمسة، ماشي خرجتوا تقريبا؟ خرجنا خويا مع الخمسة، خرجنا الماتش ومنين تتكملوا؟ خرجنا مع الخمسة، خرجنا مع الخمسة، لا ما عندكش ما تدخلش. ودابا تجيو انتوما على رجليكم تعاودوا ترجعوا على رجليكم. لا اسمع لي، اذا خاص ترونسبور خويا بلاص ما يديروا اول حاجه، خاصهم يديروا ترونسبور بلاتي خاصهم يديروا ترونسبور، هذه اول حاجه. ثاني حاجه خاصهم يديروا اثمان تفضيليه للناس اللي تيقراو، الناس ما كريزيوش تعاونوا، لان بدل ما كيسال على راسه باش يجيب ترونسبور من بعد يجي يلقى واحد الثمن اللي قال راه ما يمكنش يدخل. شو معلومات ما يمكنش يدخل الجمهور كاين واحد النقطه اخرى، بنادم بوركته بلاكارت ديالو كلشي ديالو ما سمعت حتى حاجه ويسمع السبانه ويتقمع من عند البوليس. علاش هادشي كامل؟ حنا جايين بغينا نشجعوا فريقنا، حنا شفنا شحال من طواله جايين ضاربين، جايين على رجلينا وغادي على رجلينا وكلشي، ونسمعوا السبانه والعصا وكلشي. هادشي من الحامي كل واحد كيشكي
وكل واحد كيعبر على الحوايج اللي يمكن ضارينو واللي يمكن كيعاني منهم في رحلته من دارهم حتى الملعب. ولكن كاين العديد من الحوايج اللي ايضا خاص الجمهور يلتزم بها، لانه عديد من الامور كتبان في الدخول للملعب، في النظام، في الطريقه باش كندخلوا للملعب. هناك العديد من الامور اللي ايضا خاص التوعيه، وخاص هنا فين كيبان الدور ديال الجمعيات اللي كتار ولكن العمل في الميدان وعملهم ما كيبانش في الميدان. هناك ايضا حوايج اللي بحال هادو ما خصناش باقي نشوفوهم، لانهم فيهم خطر على الصحه ديال المتفرج اولا، وعلى الصوره ديال الفريق وديال الجمهور ديالو. من بعد المباراه تعاود تكرر نفس السيناريو، حيث انه هو كل المتفرجين اللي جاوا على رجليهم الملعب، فمن بعد نهاية المباراة كتلقاهم مرة أخرى كيرجعوا على رجليهم حتى يعني الطريق اللي يمكن يلقاو فيها ترونسبور، وأكيد أنها غادي تكون بعيدة وبعيدة بزاف. وهنا كنشوفوا حوايج اللي يمكن ما خصناش نشوفوهم، ناس كيمشيو في وسط الطريق، ناس كيقطعوا الطريق من أمام السيارات، وهادو حوايج اللي يمكن يتسببوا في حوادث سير، يمكن يتسببوا في بزاف الامور اللي تخدش الصوره ديال الجمهور، وايضا تاثر على الامن والنظام العام داخل المدينه. كل شيء هذا الشيء سببه انه ما كاينش وسائل النقل اللي ينقلوا الجمهور قبل وبعد المباراه من الملعب الى وسط المدينه. عاد ديك الساعات يمكن ليهم يمشيو للديور ديالهم، لانه الافراد ديال جمهور الكوكب مراكشي كيجيو من جميع انحاء المدينه، وهناك ايضا اللي كيجي من النواحي ديال مدينه مراكش. وهنا يمكن تاخذ ليه الرحله اكثر من نصف يوم، ويمكن يكون ما مغديش، يمكن يكون ما شاربش، يمكن يكون بزاف الحوايج حرم منهم راسو حبا في الكوكب، ولكن ايضا خاصهم يلتزموا بالحوايج اللي كتحافظ على النظام وعلى الامن داخل المدينه وداخل الطريق اللي كاينه ما بين الملعب الكبير ووسط المدينه. العديد من الامور، العديد من الشكاوى، يمكن نتمنوا انه يكون لها حل في المستقبل ان شاء الله. المجربين نتفرجوا في كوكب ولا ولد راه خاصو ترونسبور ولا ولد يقول لك المخزن خرج فيه حالات على الطريق وراه العصا وبيصاد ما تيجيبوهمش. على رجليكم انتوما، على رجلينا، على رجلينا نمشيو ولا نجيو؟ دابا الماتش كمل، كوكب رابحه، بنادم فرحان، ولكن حنا جايين حنايا وتنجيو على رجلينا ناكلوا في العصا. بعد ما خزنا ولي طلع من الشانتي ديالك ماشي في العصا، انا قبل كوكب شي حاجه ما كاينه. شنو هو خاصر؟ خاص ترونسبور ما كاينش. باش نكونوا واضحين، هما تيقول لكم الا داروا الطوبيس تيتهرسوا. واش ما كايناش؟ هما اللي تيديروها، هما اللي تيقمعونا. اذا دابا اللي تيبان هو تبارك الله زينا، جمهور كثير، حشومه بنادم كاين اللي يديروا الباريات ويديروا الصف والطوبيس، كلشي غادي يطلع بدون انتظام، ما عندوش الفلوس باش يطلع، ما عندوش الفلوس باش يطلع. دابا منين تجيو كل واحد من سيرو؟ انا جاي من الحال، من الغشالي، من الغشالي، من الغشالي، من الغشالي، من جينا ما لقيناش المركون، انا غادي على رجلينا للقضيه، وخا الكوكب راه بنادم تيضروا.